ودلوقتي جه ميعاد فقرتنا الاسبوعيه كل يوم اربع، ده بتبقى عندنا فقره فنيه وبيبقى دايما عندنا فيها مواهب. احنا بنرحب النهارده بالمطرب هشام نصر والمطربه رضوى رضوان. مساء الخير، منورنا. انتوا الاثنين ديو، يعني بتعملوا دويتو مع بعض؟ بنشتغل مع بعض كتير. ابتديتوا ازاي؟ امتى ابتديتوا مع بعض؟ مع بعض من ايام الجامعه. انتوا ايام اولى جامعه، انا عرفت رضوى تقريبا كنا في ثانيه جامعه ثالثه جامعه حاجه زي كده. طيب خلص قبلها منتخب الجامعه بتاعتنا. انا هسال رضوى الاول عشان رضوى ليديز فيرست، فاحنا كنا لسه نتكلم على الستات النهارده. العنصريه دي ماشي. قولي يا رضوى، منتخب الجامعه بتاعتنا جامعه ايه؟ عين شمس. بيبقى فيه كليات الجامعه عاملين منتخب وكل مطربين مع بعض، فتتعرف بقى على بعض. وتعرفت على هشام من هناك. انتوا اتنين نفس الكليه ولا انتي؟ لا انا كليه. لا انا اداب، وانا اداب عين شمس. وانتي ألسن؟ وتعرفتوا في منتخب الجامعه. وازاي انتوا الاتنين اخترتوا بعض؟ يعني ان الصوت ده يركب على الصوت ده وتكملوا انتوا الاتنين مع بعض. احنا في المنتخب عندنا بنقعد نغني كتير مع بعض، نلعب مزيكا، فمن هناك بقى عرفنا ان احنا نغني مع بعض وكده. طب ممكن تسمعوا لنا حاجه؟ اكيد طبعا. تحبوا الاول نبتدي حاجه انتوا الاثنين مع بعض، ولا انت لوحدك وبعد كده هو لوحده؟ هنقول رضوى الاول، نحطها قدام المدفع بعد كده. طيب اوكي عادي. اتفضل. هقول يا حمام لشاديه. اتفضل. اوكي شاديه. قولوا لعين الشمس ما تحماش، لحسن حبيب القلب صبح ماش. قولوا لعين الشمس ما تحماش، لحسن حبيب القلب صبح ماش. قولوا لعين الشمس ما تحماش، لحسن حبيبي حبيبي ده اللي صبح ماشي. يا حمام يا حمام ترقب له قوام، يا حمام خليله، يا حمام الشمس حرير، يا حمام ويا ناس لو غاب، يا ناس خلوه يبعت لي سلام، ويا ناس لو غاب، يا ناس خلوه يبعت لي سلام. دي الاه بقولها وهو ما يتراشي، ويبعدوا طعم الدنيا ما يحلاشي. دي الاه بقولها وهو ما يتراشي، ويبعدوا طعم الدنيا ما يحلاشي. قولوا لعين الشمس ما تحماش، لحسن حبيبي حبيبي ده اللي صبح ماشي. تحفة يعني بجد. عارفة تحسي ممكن تسمعي وانتي سايقة كده بالليل لوحدك ساعة مثلا، وقاعدة مفيش أي حاجة؟ لا يعني تحفة بجد، صوتك رائع. طب انتوا مين تبنى موهبتكم؟ هو منتخب الجامعة بيجيب مدربين في مسابقات كبيرة قوي بنخشها، زي مسابقة إبداع. دي مسابقة على مستوى جامعات مصر والأكاديميات. اوكي. فبيجيبوا لنا بقى دكتور، زي احنا جالنا في الجامعة المايسترو اسامه علي، دكتور هاني عبد الناصر، محمد عبد الستار، دكتور عز. فجالنا دكاتره كتير بنستفيد منهم طبعا، وعلمونا حاجات، ومن هناك يعني عرفنا بعض وكل حاجه. عامه يا رانيا، احلى حاجه بتبقى، عشان برضو انا كنت مسرح وكده، فاحلى حاجه بتبقى الناس اللي بتعرفي عليهم بقى وبتتكلمي مثلا تعملي بقى يعني في حالتك المسرحيات، بس انتوا بقى اغاني وتعزفوا مع بعض وتغنوا. جو لذيذ عموما، في الاول والاخر بيبقى جو مزيكا لذيذ، جو اللي احنا مثلا عارف ان انا هنزل النهارده الجامعه
يبقى عندي شوط كده ساعه ولا اتنين بناخدهم كده على جنب كده لدول مزيكا فقط. في حفله بقى، في مسرح، في بروفا، ايا كان ايه يعني. يعني بنشتغل على كده. بيبقى عندنا شغل بره الجامعه كتير، سايت الصاوي كتير، بننزل اوبرا كتير، بنعمل اغاني خاصه، اغاني سنجل كتير كده يعني. طب ما تضحكش بقى علينا، ها؟ ايوه وتقعد بقى تتكلم. انت بقى تسمعنا حاجه حطيتها في وش المكتب. انا غنيت بالظبط. هي غنت شادي بقى، انت تسمعنا حاجه لورد. جبار. هقول جبار. ماشي عبد الحليم. اوكي جبار. جبار. انت متاكد انك هتقول جبار؟ جبار جبار في رئته، جبار جبار في قسوته، جبار جبار في قسوته، جبار وما كنتش أعرف قبل النهاردة إن العيون تعرف تخون بالشكل ده، ولا كنت أصدق قبل النهاردة إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده، وما كنتش أعرف قبل النهاردة إن العيون دي تعرف تخون بالشكل ده، ولا كنت أصدق قبل النهاردة إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده. وجبار جبار جبار جبار. الواحد مش لازم ممكن يقوم يقف لك، ما تخيلتش فعلا. ايه ده؟ ميرسي يا ربنا يخليك. ايه ده؟ ربنا يخليك. ايه ده؟ ربنا يخليك. امتى ده؟ حصل امتى فعلا؟ انا ورانيا قاعدين ايه؟ انا من امبارح وانا هنا. برافو 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 برافو. لا انتوا الاثنين بصراحه. ازاي انت ما روحتش ذا فويس ولا عرب ايدل ولا يعني عمرك قدمت في المسابقات دي؟ روحت عرب ايدل سيزون 1 تقريبا، يعني على ما اتذكر كان من 4 سنين كده. فكان عشان لسه جديد، فكان في زحمه هناك فظيعه. طبعا الوفات. فوقفت هناك ودخلت بقى طوابير وبتاع وكده، ودخلت الساعه 12 بالليل اختبر، او كانت الساعه 11. كنت داخل فاصل خلاص. بقى جبت اخري، مش قادر. ان انا من الساعه 6 الصبح وانا هناك. فدخلت ما اديتش الصراحه، اعترف يعني. ما لا بس أدير. لازم تعمل كده تاني. معلش انا طماعه جدا بقى. احنا انا يعني عايزه اسمع انتوا الاثنين، يعني لما اركب الصوت ده على الصوت الجميل ده يعني ايه بقى؟ بالظبط. نقول ثلاث سلامات. ممكن ثلاث سلامات؟ يلا. ايه المزاج ده؟ يلا بينا.
تلات سلامات يا وحشني تلات ايام، تلات سلامات يا وحشني تلات ايام، بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام، وقلبي سلام. وبعادك يا جميل طول وده أول بعاد بيطول، جميل طول وده أول بعاد بيطول. ترى يا لالا ترى يا لالا يقسوني عليك مأساة، يقسوني في هوا منسى، يقسوني عليك مأساة، ينسوني هواك منسى. يا مال الدنيا فعنيا، يا مال الدنيا فعنيا، تلات سلامات وشوية، تلات سلامات، تلات سلامات يا وحش، تلات ايام، تلات سلامات يا وحشني، تلات ايام، بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام، وقلبي سلام. الله الله. لا 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 يا جماعة، يعني اتنين موهوبين كده اكيد انتوا يعني مرتبين بقى في دماغكم هتعملوا ايه في حياتكم، ده اكيد اكيد طبعاً. لازم يعني اكيد ايه الخطوه الجايه في حياتك؟ اقول لحضرتك حاجه، انا يعني انا عموما انا بنتج لنفسي، اوكي فاهماني، فبعمل سنجل بشهرها على الطريقه الخاصه بيا يعني. اوكي يعني اعلانات مموله، فيديو كليب على السوشيال ميديا، تمام. كله بقى يستخدم دلوقتي الاونلاين علشان يوصل صوته للناس، ما هو ده النجاح، هو ده النجاح دلوقتي. فبعتمد على حالي، وفي بند ان شاء الله قريب ان شاء الله هيبدا معانا، ده هيكون يعني ايه بند المزيكا بتاعته هتكون ايه مختلفه شويه، هيكون في غربي، هيكون في راب غربي. انتوا الاثنين بتغنوا غربي؟ لا هي بس بتغني غربي. بتغني غربي؟ اه بس انت بتلعب حاجه؟ للاسف انا بلعب لسه، بس ان شاء الله بتلعبي جيتار. اوه انا لعبت سنه جيتار بقى فشلت فيه، مع اني عملت يعني عرضت يعني عزفت قدام الناس وكده، بس انا بيانو اكتر. لو حباه هيبقى كويس الجيتار يعني، يعني صعب، بس مش هتعملوا البوم؟ هتعملوا البوم مع بعض؟ هو في مشروع معانا ان شاء الله قريب، بس احنا شغالين على موضوع السنجل اكتر، لان احنا ممكن نعمل البوم في مثلا يعني 12 سنجل. سناجل يعني انت هتغني لوحدك وهي لوحدها، ممكن ديو مع بعض عادي مفيش اي مشاكل. طب انت هتسمعني سوري سوري يا ناس، انت هتسمعني حاجه للعندليب انا لك على طول؟ تمام. هتضيع وقت بقى ونوع. احلى اغنيه عايز اسمعها بقى فعلا على طول. انا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطل عليا، وخد الاتنين واسأل فيا.
من أول يوم راح مني النور، النيل والليل والشوق والميل باتوا الليل والنيل والشوق والميل بعتولي وجيت اسألان، اشتقت إليك وحشتني عينيك، مش عارف أهرب فين منك، وأنا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطل عليا، خد الاتنين واسأل فيا من أول يوم بالاخر انت غنيتها بطريقتك. اه بيسموها ايه؟ عربت؟ ارتجال. بيجود في اللحن. بيجود. اه ما بحبش يعني ما بحبش اكون الاصل. الاصل احنا عندنا طبعا اصل ما شاء الله يعني عمالقه، فمش عايز ابقى الاصل، عايز اقتبس منهم واحاول اكون ليا انا شخصيتي مزخص يعني. فاهماني؟ اوكي. طب وانتوا بتقدموا موسيقى عربيه بس ولا بقى داخلين في سكه الشعبي؟ بليز قولوا لا. لا انا الشعبي. أنا عندي في الكليه فريق كورال ألسن، بنقدم احنا كيان البهجه في الجامعه، بنقدم غربي شرقي حاجات جديده كده، بنعمل كل الالوان يعني مش شرط شرقي بس. اوكي هشام رضوى، بجد 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 يا جماعه اتبسطت، وراني اكيد بس ما اندمجنا اصلا معاكم النهارده عمالين بنغني يعني عشان نقوم نرقص. بجد يعني التحفه ومواهب رائعه، ويعني اتمنى بقى ان انتوا تظهروا اكتر، وفعلا استخدم السوشيال ميديا وكل الحاجات الاونلاين عشان أكيد. فعلا بس انتوا هتغنوا حاجه دلوقتي مع بعض، غنوا بقى انتوا الاثنين وهنطلع بيها نختم بيها بالظبط. نقول ايه؟ معك قلبي؟ ماشي. نبدا انا اول كوبليه؟ ماشي. قول يا حبيبي ليه وانت عني بعيد، انا شوقي ليك بيزيد، وان جيت انا برتاح. قولي يا حبيبي ايه اللي غيرني وازاي بتشغلني، انا عمري قبلك راح معك قلبي، وبلاش تغيب عني بتوحشني معك قلبي، والله ولا بنساك معك قلبي، وبلاش تغيب عني بتوحشني مليش غيرك حبيب قلبي يا احلى ملاك. ايامي واجمل سنين تتعاش جنبك يا اما بلاش، من غيرك اتمناش.
كلامي حبك مفيش بعدي فتحت عينالي وعرفت رحت معاك معك قلبي وبلاش تغيب عني بتوحشني معك قلبي والله ولا بنساك معك قلبي وبلاش تغيب عني بتوحشني ماليش غيرك حبيب قلبي يا أحلى ملاك معك قلبي وبلاش تغيب عني بتوحشني معك قلبي والله ولا بنساك معك قلبي وبلاش تغيب عني بتوحشني ماليش غيرك حبيب قلبي يا أحلى ملاك